المقابله كانت جيده، كنظن ان الجماهير اللي حضرت اليوم المقابله تمتعت صراحه. كان هناك هجمات مرتده من الجهه ديالنا، من جهه ديال فريق مولوديه الوجديه. كنبغي نشكر اللاعبين على الروح القتاليه اللي قدموا عليها طلعت المقابله، رغم اننا كان النقص العددي ديالنا من الدقائق الاولى. وكنبغي نشكر جماهير الدفاع حسن الجديد اللي حضرت معنا وضربات الطريق، كنبغي نشكرهم بزاف. كنبغي نشكر جماهير المولوديه الوجديه اللي صراحه كيعبروا على واحد حضاره كبيره، اللي انا وجدي وحتى انا كنبغي نوجه لهم التحيات.